سيدنا يوم القرعة الهيكلية شفنا نيافة الأنبا بخوميوس بمشاعر الأب فرحان ياه باختيار نيافة الأنبا توادروس. آه لو تكلمنا نيافتك عن مشاعرك اليوم ده. أول حاجة إن أنا فرحت إن الكنيسة جاب لها ربنا شخص يتحمل مسؤولية بدون اشتياقات أو شهوة شخصية. أما توادروس ما كانش يسعى أو يشتهي حاجة زي كده، يعني حتى يوم الانتخابات تلاقيه في عامل اجتماع مش جايب خبر يعني. فأما توادروس ما كانش، حسب خبرتي معاه، ما كانش يشتهي المناصب والشهرة، لكن من جهة الأمانة يكون أمين. لو ربنا اختاره للخدمة يكون أمين، لكن ما كانش يسعى أن يكون مشهور أو يبقى محل تركيز في عمل معين. ده خبرتي معاه في السنين كلها. أي. لما تم الاختيار والطفل اختار الورق وطلعت نيافة الأنبا توادروس، فرحت كنت فرحت فرحان سيد خالص فرحت خالص. لما يكون ابنك. وللأمانة أن هذا الاختيار في القرعة كان في منتهى الأمانة الدقيقة جدا طبعا يا سيدنا، وبدون أي تحيز لأي شخص. طبعا سيد، طبعا يا سيدنا، وكان قدام كاميرات العالم كله، واتفتح كمان الورقتين الباقيين، وهم اباء عظام جدا، يافت الانبا طبعا رفائيل أما بقول وهو الحياة رفائيل. أما بقول الحياة ربنا يباركه، كان بيساعدني في الأعمال السكرتارية كتير، وكان بيكون مجموعات عمل تستشار الحاجات اللي هي محتاجة القرى والحاجات دي. ايوه. الأنبا توادروس. البابا الأنبا توادروس الثاني. البابا 118 في إعداد بطارقة الإسكندرية. البابا توادروس الأول كان رقم 45. البابا توادروس الثاني رقم 118. مبروك عليكم. مبارك.